السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع اليوم راح اشتغل مع نواف في مستشفى حمل ولادة، بس قبل ما ابدا المقطع احب اشكركم على دعمكم المتواصل. تعدينا ال 100,000 مشترك، وصلني درع ال 100,000، فشكرا لكم والحمد لله. طبعا عندي اخو ثالث واسمه فابي، وقناته تحت في الديسكربشن. طبعا ما يدري راح انشر له، فاتمنى تروحون قناته تحت في الديسكربشن وتشتركون وتقولون له من طرف تركي. طبعا ما يدري بنشر له، ابغى تكون مفاجاه، فاجروا ام الاشتراكات عنده وقولوا له من طرف تركي. قبل بداية المقطع تسوون لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وبسم الله يلا نبدأ. اوكي يا شباب، زي ما قلنا لكم بنشتغل على نواف في مستشفى حمل وولاده. اوكي ننتظر المرضى الاولى يوصلون. اوكي هذا اول مريض. نواف هذا المريض اللي معك. يا ليه هذا المريض؟ نواف روح ودي المريض حقك غرفة الحمل والولادة، انا بودي المريض حقي الغرفة حقته. اوكي اوكي دقيقة ده، بس حقي ولد. نواف حنا في روبلوكس. ايه صح. اوكي انت وين اوديك؟ واه ايوه هذه زبالة. اتمنى ان عجبتك الخدمة، مع السلامة. زي ما قلنا لكم شباب احنا معصرين. تركي ها نواف. يبي يجهض. لا لازم ننقذه بسرعة، تعال. وينه؟ هنا. ركب الجهاز. نواف يحتاج تنفس صناعي. نفس. يلا. لا. اوكي يا شباب الحمد لله تمت عملية الولادة. نواف ابغاك تاخذ البيبي من عند المريض او المريضة. اعطينا بيبي. يلا تعال. حلو. لا نواف انت ممرض. نواف انت ممرضة. ابغاه شوي اوديه. نواف تول ولد. بس نواف تول ولد. انا ربيه. نواف ما ربيت نفسك. اوكي يا شباب خلصنا المريض الاول، والحين نروح على المريض الثاني. هذا ايش دخل المستشفى؟ قصدي ما شاء الله جبت بيبي، اشوف البيبي الكيوت ما شاء الله. ايش ذا البيبي؟ يقولون يقرب لجمال توباك 50 سنت. اها طيب نوف اباك تطلع من الغرفه شوي، بس بعطي المريض ابره. اوكي اسمع تركي، لقيت ذا في شنطتك. وش؟ لا هذا انا ماخذ من واحد من المرضى الله يهديه. بس عطني ابغى. اوكي خذ. شكرا يلا روح بعطي المريض ابره. ما شاء الله هذا ولدك وتقول لي انك تقرب الجمال توباك 50 سنت. نواف وينك؟ خلاص خلص من المريض الثاني، تمت العمليه بنجاح وسلمناه ولده وهو بصحه وعافيه. اوكي خلينا نشوف. لا ما تشوف. نواف ارجع. ارجع محتاج تشوف. تعال شوف. ما يتحرك. لا ما عليك. هو انا معطيه ابره منومه. ما عليك امشي. شوف هناك في اطفال. تعال شوف. ايش قاعد يصير هنا؟ ما ادري. تعال نشوف. ايش في يا شباب؟ في عمليه خطيره في المستشفى الان. ما ادري ايش قاعد يصير. اعتزم. اصبر اعتزم. اصحى. قوم. طبعا يا شباب حسبي الله عليهم، قالونا انتم ما تنفعون ممرضين، فبنحطكم تهتمون بالاطفال في الحضانة. اوكي يا شباب وصلنا الحضانة عشان نهتم بالاطفال. تركي هلا. طفل ذا قبيح. شوف لا يا نواف والله حرام عليك، الاطفال كلهم حلوين، ليش نمر على الاطفال؟ لا. اوكي يا شباب الحضانه قالوا لنا ان كل واحد لازم يهتم بطفل، انا بهتم بهذا. ما عليك يا ولدي، بوديك مكان حلو جميل جدا، لان احنا نحب جمال توباك 50 سنت واحنا مو عنصريين يا بيبي. كي هذا فين امه؟ والله مدري وين راحت. انا بطلع شوي مع هذا اوديه النزهه. ما عليك يا ولدي بوديك مكان آمن وجميل. لا نواف رجعوه. أبغاه شوي. لا اوكي شباب معلم النواف، الحين راح نودي هذا الطفل الجميل لمكان آمن جدا. ما عليك يا ولدي بوديك مكان آمن وجميل.
طبعا شباب المستشفى قرر يعاقبنا عشان ضيعنا الاطفال، وقالوا للان عقابا لكم تشيلون اطفال زي الاطفال اللي ضيعتوهم. بس صح ان احنا صرنا صغار، بس عقولنا ما زالت كبيره يا شباب. خش خيشة يبغى شباب جابوا لنا سبايدر مان. سبايدر مان احبك سبايدر. الله سبايدر مان سبايدر. انا اذا كبرت بصير سبايدر مان. طبعا يا شباب جاء وقت دور لعب الاطفال، فالحين بيجيبون الكبار عشان يلعبونا. ايه يلا نروح عند هذا حقنا. حقي انا ابغى. انت روح عند الثاني. خذني اخي. ما ابغى هذا، ما ابغى. فكني. يلا شباب جاء وقت اللعب. وي بروح العاب يا شباب. اسمع يا المراقب حقي، تعال بوديك مكان مره حلو. يا نواف انت والمراقب حقك خليكم وجدي هنا، انا بروح اودي هذا. اوكي يلا امشي قدام شوي. ايوه روح تعال كمل سيده. لف يمين. ايوه روح عند بريم الزباله اللي هناك. اوكي روح عنده. اطلع فوق. يلا انت خليك هنا، انا بروح. اوكي لا مسدس. نعم ايش قاعد تسوي؟ خذ جوال امي بتابع في المراع. هذا مو في المراع. طبعا يا شباب هربنا من الحضانه بنستكشف المستشفى. تعال نخش الغرفه هذه. يما وين نواف وين لك مسكو؟ قتل البيبي. شباب انا رجعت البيت ونوف ما ادري وين راح، بشيك جوالي. نوف ارسل لي رساله يا شباب. يا ربي وين اختفى نوف؟ ليش يتاخر؟ جيب البضاعة. ايوه كفو يلا ادخل بسرعة ادخل. حط البضاعة.